سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنايا البنات، هاد الشهاده نهدمو وحده انا اليوم، نهدمو لواحد الوكاله سميتها العربيه للاصفر. هاد على الجهه هنا، على الجهه اليسريه كانت واحد الجرده زوينه بزاف وفيها واحد النافوره، انا بدا كتحمقني بصراحة، بقات في حيت تهدمات، ولكن راه عندي فيديو ديالها مصوراها من قبل، زوينة بزاف. أنا كي بديت ندوز نسخها من حداها خصني نبقى واقفة. نتوما البنات دابا راه بعدت وعاد كنصور، راه شفتو داكشي كلو تهدم، ولكن البشر غنشوفو الفيديو أنا مصورة، داك الباش وداكشي كلشي نحيدو، ولكن بقات فيا هاديك النافورة، بقات فيا بزاف. وغادي نحطلكم الفيديو، غادي تشوفو الفيديو ديالها قبل ما تهدم، كان بصراحة زوينة. وهنا البنات واحد هذا الفيديو هذا قديم، ماشي اليوم، كل دايزة ماشي سيمانة قبل الصورة، وكيفاش كيديرو الدروس الناس اللي يديوهم العمرة، قلت لكم هما وكالة الأصفار، وعجبني الحال وبقيت كنصور. انتم غتشوفو هاد الباش هذا اللي غادي تشوفو، راه كلو الباش كلو حيد، وغتشوفو حتى هاد الجريدة هادي اللي تحيدت اليوم. وهذا الناس فين واقفين الناس، حتى هو تهدم هذاك الشيء كله، تهدم فين واقفين الناس. وكتشوفوا هاد الكعبة الصغيرة هنايا كيفاش كيشرحوا الناس، كيشرحوا لهم كيفاش يديروا المناسك ديالهم، المهم كيفاش خصهم يديروا داك الشيء اللي المفروض يديروا هما، كيشرحوا لهم هنا كيبغيو يشرحوا لهم، باش ما تيجيهمش شي حاجة، باش اللي ما تيفهمش شي حاجة كيفهمها. المهم لقيتهم انا دايرين هذاك، دير لهم الدرس وصور. المهم هادي هي الجردة، انا مصورها شحال هادي، هاد الفيديو راه عندي كثير حيت انا كتعجبني بزاف، قلت لكم كنقطعها و سميتو كنبقى كيعجبني هاد المنظر هذا وكنبقى نشوف. المهم دابا راه مصورة، وكان عندي واحد الفيديو ديالها واحد اخر، وكيما قال لي مسحته مبقاش من الحساب الفيديو هذا، حيت كتعجبني كتعجبني بزاف. ولكن اليوم تهدمات تحيدات هادشي هذا مبقاش، شوفوا تبارك الله شحال زوينة. مشيت عزيت شي ناس اللي سقفو، وفاش كنت غادا غادي نقراها باش نمشي نمشي للمغرب، نمشي للمغرب لما كنكون طالعة غادا الشارع ولا طالعة كندوز ناخد عندو، لي كانت خاصني نقرا هدا شي حاجة كنعرف نختار عندو، عندو تمن مزيان، ماشي زعما عندو تمن مناسب، مزيدش بزاف كاين دابا شي وانت ولا كتكون زيد ليل ولا غريبة، هذا عندو تمن زوين، ولي مثلا تقدرني عندو تكون خاصني شي حاجة تكون هاكا قريبة كندوز نتقدم عندو. محمد زي الحريرة شحال؟ 22 22 كاين غير هذا اللي غالي ولا كاين شي حاجة أخرى؟ محمد زي الحريرة كاين غير هذاك؟ كاين ماركة واحدة دابا البلاصة راه تكدس من عندو، وخارجة باش نلقى الشامبي ونجي للدار. شكرا بزاف للمتابعة، ومتنساونيش من لايك، وشكرا مبروكة، تخليكم بالصحة والسلامة، يلاه تبقاو على خير.